want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state. The people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated. We won the election, and it's not fair to take it away from us like this. And it's going to be very costly in many ways. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. يبدو أن الرئيس الأمريكي ترامب لن يكل أو يمل من محاولة تغيير نتائج الانتخابات للبقاء في السلطة، فهو يحض الشارع على التظاهر اعتراضا على نتائج الانتخابات، يحرض نواب الكونغرس على رفض النتائج في جلسة يوم الأربعاء المقبل، لكن ترامب لم يقف عند هذا الحد. مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم مشغولة بآخر تسريب صوتي لمكالمة هاتفية جرت بين ترامب وسكرتير حاكم ولاية جورجيا، مكالمة طالت لمدة ساعة كاملة كانت محرجة للغاية. الخبر المتداول في السوشيال ميديا يقول أن ترامب حاول الضغط على سكرتير الولاية من أجل تغيير وقلب النتائج، نتائج ماذا؟ الانتخابات الرئاسية في تلك الولاية الحاسمة. أيضا في هذه المكالمة التي استمعنا إليها يبدو أن ترامب يطلب إعادة فرز أصوات الانتخابات من جديد والعثور بشكل مفاجئ على أصوات جديدة لصالحه تكفي لقلب النتيجة وإعلان فوزه بالولاية التي فاز بها بايدن رسميا. موضوع سهل بالنسبة لترامب، لكن سارع المعسكر الديمقراطي ومعارضو ترامب إلى التنديد بالمكالمة معتبرينها ضغط وازدراء للديمقراطية، بينما أعلن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب نيته مقاضاة سكرتير ولاية جورجيا لتسريب المكالمة. Brad, what are we going to do? We won the election and it's not fair to take it away from us like this. And it's going to be very costly in many ways. And I think you have to say that you're going to re-examine it and you can re-examine it, but re-examine it with people that want to find answers, not people that don't want to find answers. And honestly, this should go very fast. You should meet tomorrow because you have a big election coming up. And because of what you've done to the president, you know, the people of Georgia know that this was a scam. And because of what you've done to the president, a lot of people aren't going out to vote. And a lot of Republicans are going to vote negative because they hate what you did to the president. Okay? They hate it. And they're going to vote. And if you would be respected, if really respected, if this thing could be straightened out before the election. You have a big election coming up on Tuesday. كلمة غريبة حقا. توالت التعليقات والتغريدات على ما قام به ترامب. ترامب كان قد سبق الجميع في كشف هذه المكالمة، ولكن طبعا بطريقته الخاصة وقبل حتى ظهور التسريب، حيث غرد ترامب معلقا على هذه المكالمة قبل تسريبها، قال: تحدثت مع السكرتير براد رافنسن برجر عن تزوير الانتخابات في جورجيا، تزوير الانتخابات في جورجيا، ولم يكن قادرا على إجابتي حول الاحتيال وتدمير بطاقات الاقتراع والناخبين من خارج الولاية والموتى على الجمهوريين في جورجيا، توخي الحذر من الفساد والسياسي. لعل هذه التغريدة هي التي أغضبت السكرتير الذي قام بتسريب المكالمة حتى يقول أنه ليس هذا ما حدث. نذهب إلى بعض التعليقات الأخرى. السيناتور هنا ديفيد شافر، هذا السيناتور الذي علق على الموضوع، هو جمهوري من حزب ترامب، يقول: الرئيس رفع دعوتين قضائيتين ضد سكرتير جورجيا. مكالمة الهاتفية التي تم تسجيلها سرا كانت مناقشة تسوية سرية لقضايا لا تزال معلقة. تم حذف الشرط القائل بأن جميع المناقشات سرية بموجب القانون. سنذهب إلى تغريدة السكرتير الذي هو الطرف الثاني في هذا الموضوع، ماذا علق على التسجيل؟ قال: مع كل الاحترام، ما يقوله الرئيس ترامب عن التزوير غير صحيح والحقيقة ستظهر، وهو الذي سرب هذه التسريبات. طيب، شعبيا ماذا كانت التعليقات؟ نتابع هنا.
خالد يعلق على ما حدث قائلا: سمعت تسجيل مكالمة ترامب، صراحة الموضوع باين جدا انه في تهديد من منصبه السياسي، ولو ما طلعتوش، هكذا يقلد ترامب، لو ما طلعتوش 12 ألف صوت، طريقة ترامب في الكلام أحادية وممكن يتم إدانة الرئيس في منصبه، حاجة ما سمعناهاش من ساعة ووتر جيت أو فضيحة ووتر جيت. ياسر الغسلان أيضا علق على الموضوع قائلا، هذا الكاتب قال: مكالمة ترامب تشبه حديث ولد يبرر لأبوه رسوبه في مادة أو يعني في الدراسة، ويحاول إقناعه أن الأستاذ مستقصده وأن حل كويس هو في الاختبار النهائي. الأب بهدوء الناضج يرد على ابنه: يا وليدي ارحمني، ترى والله ما تترقع. صعب، من وين ترقعها زي ما بقول.